تليفون معايا، تليفون اخده مهم جدا جدا. قول الو. انت طبعا مورجان، الو كابتن مورجان، محمد فيك السيد طبعا صح؟ عامل ايه يا كابتن؟ محمد عامل ايه؟ مساء الخير عليك. الحمد لله يا كابتن، عامل ايه؟ احد طبعا لاعبين 2006 بقى في نادي الزمالك، واللي موجود مع الفريق الاول بقاله فتره ويمكن ماشي بشكل كويس، وان شاء الله تكون مباشر. عامل ايه يا محمد واخبارك ايه؟ قول لي، الحمد لله طمني يا عليك كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ وقول لي بقى، انت بتشوف زمالك ولا لا؟ بقالك فتره ما شفتهمش؟ لا بشوفهم. بتكلموا بعض على طول؟ بكلم مورجان على طول ويوسف. حصل ايه؟ مش قوي. اشمعنى حصل مش قوي؟ هو بيكلمش حد. كل واحد موقف منك يا حسن غريب. لا هو عشان كابتن فريق ولا ايه؟ لا هو على طول كده، ما بيكلمش حد. يعني متنك شويه؟ ايه؟ متنك شويه ولا ايه؟ لا هو غلبان. تمام. انت عم بتتصل تخلص عليه. لا عامل ايه يا محمد؟ الحمد يمكن لله. كابتن اخبار حضرتك ايه؟ شفناك الفتره اللي فاتت والراجل عنده ثقه فيك كبيره، وبتلعب في وسط الحقيقه نجوم في وسط لا الملعب. احكي لي بقى عن تجربتك كده، واول ماتش لعبته كان ازاي كمان في وسط اللعيبه الكبار؟ اكيد ببقى ليا رهبه طبعا ان انا اكون اظهر اول مره بشكل كويس وكده، وطبعا شرط لاي حد انه يلعب يعني في نادي الزمالك. انت اول ماتش لعبته ايه؟ اول ماتش انا لعبت فاركو ونزلت دقيقتين، بعد كده لعبت فاركو تاني، وبدات الاسماعيلي وبدات البلديه وكم ماتش نزلته كده يعني. قول لي بقى، كلام اللعيبه الكبار معاك ازاي؟ لا طبعا كلهم اخواتي الكبار وكابتن سيكا وكابتن عبد الله وكده، وكلهم بيحمسوا يعني اللعبة الصغيرين وكاننا اخواتهم الصغيرين يعني. بيوجهوكوا في الملعب؟ اكيد. مين اللي يعمل حاجه غلط ولا كده بيكلمه. مين اكتر واحد بيتكلم معاك على طول بالتفاصيل كده ويقعد يوجهك جوه الملعب، خاصه لو بتلعب جنبه؟ بلعب جنبه دونجا وروق. بيكلموك كتير جوه الملعب؟ ها. حسيت بقى بمستر جوزيه جوميز كمان، استقبلكوا ازاي واتكلم معاك ازاي محمد انت وزمايلك؟ لا هو مدينا شخصيه كل واحد فوق، واللي احنا هنلعب براحتنا وثقه وكده، ما حدش خاف من حاجه، حتى لو حد غلط يعني، لو في اي حد غلط عادي ما حصلش حاجه. طيب تحب تقول ايه بقى؟ قول لي واحد واحد. تحب تقول الحصري رغم ان انت قلت الحقيقه كلامي خلص عليه؟ لو انت عايز تقول لا الحصري. حصري احرف لعيب في مصر والله. تمام. ومورجان الهداف. تمام. يوسف فرنسي. يوسف لا ده حاجه كده تحب تتفرج عليها، متعه كده. تمام. وبتكلموا انتوا بقى معاهم لما بيلعبوا فريق الاول؟ بتتكلم معاهم بتقول له شفت الماتش، ليك تعليق؟ مين اكتر واحد انا بكلم حسيت بعد كل ماتش يعني. بعد كل ماتش. قلت له اخر مره؟ الصراحه انا اخر مره ما اتفرجتش على الماتش، عشان كده بعت له سالته عملت ايه، كنت كويس وكده؟ قد يقول لي كنت كويس الحمد لله ومش عارف ايه بس. وانت حصري ليه محمد واخد؟ لا حصل ما بيتكلمش تاني. واخد منك موقف قوي. ما بيتكلمش مع حد خالص. هم اصحاب من زمان. طيب وطب محمد قول لي بقى كمان، يمكن كلام الراجل بقى والاستعدادات لماتش السوبر، الراجل بيتكلم معاكم ازاي مستر جوزيه جوميز واللعيبه؟ اكيد دلوقتي بتفكروا بعدين. خلي بالك انتوا كمان من اللعيبه اللي نقدر نقول عليهم ايه يعني، حظهم كويس وممكن يكون مش كويس، بس عشان ما فيش بطوله لعبتوا أيوة فيها أيوة. مع حصول على بطوله، لكن حظوك كويس ان انتوا خدتوا مساحه من اللعب، فدي طبعا لا نقطه. طبعا. اي حد يتمنى طبعا انه يلعب، بس لو دي نادي الزمالك وده تفرق معانا جدا في النادي وفي المنتخب وفي اي حته بصراحه. وبالنسبه للسوبر دلوقتي يعني مش بيتكلم في الحاجات دي، واحنا عندنا ماتشين، مع ماتش مع طلائع الجيش وبلديه، فهو مهتم بيهم دلوقتي، خصوصا ان احنا ممكن اكتر ناس نلعب يعني الفتره الجايه. وبل بقى اما اللعيبه الكبار ترجع من الاجازه وكده، فهيبقى في حاجات كتير يعني. ان شاء الله. طيب ان شاء الله. يوسف تحب تقول له حاجه؟ ربنا معاك يا سيكا، انت عارف اللي فيها كده كده يعني. اخويا ده كده والله. تمام. كل التوفيق ليك ان شاء الله يا ابو حميد، ويعني ان شاء الله موفق كده، وربنا يكرمك، ويكون الفتره اللي فاتت يعني فتره مهمه جدا في حياتك. عايز اقول لك ان كلنا لعبنا في ظروف صعبه، دايما اللعيب الصغير ابن نادي الزمالك لازم يكون شخصيته تبان اول ما يطلع فريق اول، يبان ان هو ابن النادي، يبان ان هو تيشيرت الزمالك ده بالنسبه له مش جديد عليه، فلازم يبقى ريتمه مختلف، شراسته شراسه جوه الملعب مختلفه، انت بتربي جوه نادي الزمالك، فده ان شاء الله يكون ليك كل التوفيق يا رب الفتره الجايه يا محمد انت وزمايلك، وتشرفونا في الفتره اللي جايه.